امبارح عملنا وقفه بدات حوالي الساعه 12 الا ربع للتنديد طبعا بالانقلاب العسكري، وبحق عايزين حق اخواتنا اللي استشهدوا من تجاره وتربيه. بدانا الوقفه عادي، هي ما كملتش حوالي تلت ساعه. بعد ما خلصنا على طول، اول ما خلصنا بدانا نشوف ان البوابات الثلاثه اتقفلوا والامن وقف كله. بعدين قالوا ما حدش خارج خالص بره الكليه الا بالكارنيه. بعدين في مجموعه حاولت ان هي تخرج وفعلا خرجت. فضلنا في الكليه حوالي 24 بنت ما عرفناش نخرج. احنا بالنسبه لنا كنا 9 من الكليه، عرفنا ان احنا يعني ايه اخدوا الكارنيهات وقالوا انتم الكليه خلاص ممكن تخرجوا في اي وقت، بس احنا كان معانا بنات من بره الكليه ما قدرناش ان احنا نخرج ونسيبهم. سيبنا فضلنا قاعدين معاهم، فضلنا شويه في مسجد الكليه قاعدين هناك مستنيين. قالوا كل شويه جيلنا كده اشعه ان البوابه اتفتحت ان احنا نخرج نروح ما نلاقيش حاجه. فبعدين رحنا كده قدام البوابه واتحجزنا هناك. الامن قعد يقول خلاص ما حدش خارج الا بالكارنيه، شاف الكارنيهات بتاعتنا وكده وقال خلاص انتم الكليه. اخد بطايق من 5 بنات وما رجعهمش تاني. بعدين قعدنا نقول له هات البطايق، ما رضاش وكده، وسمعناه بيتكلم وبيقول انا كده معايا 5، اظن كده يعني ايه معايا العدد كافي. بعدين فضلنا بقى واقفين قدام البوابه عايزين ان احنا ناخد البطايق بتاعه البنات دي. البطايق كانت من الخمس بنات دول اللي هم كانوا من بره الكليه اصلا. فبعدين جه الامن كان عايز بطاقه من واحده، فقعد يقول لها هاتي البطاقه بتاعتك. رفضت ان انا اعطيله الكارنيه، شد مني الشنطه جامد ومسك دراعي ولوالي دراعي وقال لي بنت انت هاتي الكارنيه اما مش هيحصل لك طيب. فانا طبعا صرخت جامد، وزمايلي اللي كانوا واقفين معايا قالوا سيبها. فكانت واحده زميلتي واقفه بتصور فشد منها الموبايل وخبطها في صدرها وقعها. بعد كده طبعا احنا اللي حصل لنا ده ثبتنا جامد، قعدنا على السلم بتاع الكليه قرانا سوره الاحزاب وما خفناش خالص. لما كنا بقى واقفين جت دكتوره عندنا في الكليه اسمها نهله مش متذكره نهله ايه، صورتنا وقالت لنا هلمكوا يا كلاب وهجيب جوزي من امن الدوله يلمكوا، انا جوزها عقيد في امن الدوله. بعدين الراجل ده جالنا اسمه العقيد عادل عبد الحميد تقريبا، جالنا طبعا وقف لنا قال لنا شتمنا بافظع الشتائم والالفاظ هنا جدا. قال لنا اي حد فيكم مش هتخرج الا ما تجيب باباها يا اما عمها يا اما خالها. في واحده قالت له ان بابايا معتقل، قال لها ما يعتقل في 60 داهيه. قال لها ما هو اصلا بلطجي، قالت له بلطجي، فقال لها ما تعليش صوتك، وهي كل كلمته بكلمته بادب واحترام يعني هي ما عملتش اي حاجه عشان يكلمها بالاسلوب ده. قال لها ما يعتقل في 60 داهيه، ويعني وشتم باباها ولعنه وكده. وبعدين اجت المسيره فبيقولوا له طلع البنات لو سمحت، قالوا طلع البنات لو سمحت، فقال لهم مش هطلعهم، وقال له انا عندي استعداد اعمل فيهم مجزره دلوقتي وما عنديش اي مشكله. فقال له لو سمحتوا طلعهم دلوقتي، وقعدوا يخبطوا على الباب لحد ما طلعهم وبعد لحد ما طلعنا وخرجنا ومشينا في المسيره ولحد ما خرجنا ومشينا في المسيره. وبعدين انا بقى عايزه اقول لصوتات عايزه اقول لكل الانقلابيين كلمه واحده، بقول لهم مهما تعتقلونا ومهما تموتونا ومهما تذبحونا ومهما تحرقونا احنا هنفضل مكملين لحد الاخر، ومش هيخوفنا ومش هيرعبنا. لازم نرجع شرعيتنا وحق اخواتنا اللي ماتوا وحق اخواتنا اللي اعتقلوا، وكل نقطه دم ثالث سواء في الرابعه او في النهضه او في رمسيس او في اي مكان تاني.